مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا جدا، لأن عندنا أمور غاية في الأهمية هنتكلم فيها، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي بالتحديد، وفترة مهمة قوي قوي بالنسبة للنادي الأهلي، فترة الإعداد الحالية لما تبقى من الموسم القديم وكمان للموسم الجديد. وعندنا كلام كتير جدا بيخص بطولة الأمم الأفريقية. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفني ونورني الأستاذة حنان الشفاع الصحفية المغربية، وهنتكلم على البطولة بشكل عام، ويبقى أكيد كلام مهم جدا. خلينا بس نبتدي الأول بأهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي واصل معسكره بأسبانيا. الرباعي الدولي ينضم السبت، وجيرالدو ينتظم اليوم في التدريبات. الفريق يخوض وديته الثانية غدا أمام نيوبورت كاونتي الإنجليزي. علي لطفي معسكر إسبانيا يحقق أهدافه، ولا يشغلنا سوى الفوز بالدوري. مجلس النواب يحاصر اتحاد الكرة بسبعين طلب إحاطة. ثروة سويلم استكمال الدوري والكأس أهم أهدافي. اليوم انطلاق مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا. طيب، عناوين اكيد كلها مهمه، ومهمه قوي قوي كمان ان احنا نتكلم عليها بشكل مهم، لكن في الحقيقه صوره عايز اوريها لحضراتكم، والصوره دي هتكون بتغني عن اي تعليق. اهي الصوره، انت شايفها اهي قدامك. مين ده؟ ده مبارك وكاسو، احد نجوم منتخب غانا ونجم ديبورتيفو الافيز الاسباني. وماله هنا؟ بيعيط. بيعيط ليه؟ عشان منتخب بلاده خرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام المنتخب التونسي من دور الـ16، وهو هنا واخد إيه؟ واخد جايزة أفضل لاعب في الماتش. تمام؟ واضح جداً جداً إنه متأثر وزعلان على زعل الشعب الغاني. ومنتخب غانا ده منتخب كبير، منتخب غانا منتخب ليه تاريخ كبير جداً جداً في القارة الأفريقية، عنده 4 على ما أتذكر، يعني 4 بطولات أمم أفريقيا يعني. تمام؟ صورة بتغني عن أي تعليق. لما تيجي تقارنها كده باللي أنت اللي بالي بالك، تفكر فيها كده وتبص على الصورة دي كويس، وتبص على الأمور اللي حواليك اللي شغلاك دلوقتي، أنا عارف، واللي شغلاكوا كلكوا، هتعرف الفرق عامل إزاي. هتعرف اللعيب، مش عايز أعلق أكتر من كده. الصورة تغني عن أي تعليق، حبيت بس أبتدي بيها حلقة النهاردة. ماشي، بخلاف هذه الجزئيه، في جزئيه غايه في الاهميه في الحقيقه. امبارح اتحاد الكوره اعلن عن طريق الحاج عامر حسين، هو مفيش اتحاد كوره دلوقتي، المسؤول في اتحاد الكوره هو اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، اللي هيقوم باعمال الاتحاد خلال الفتره اللي جايه. لكن الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات امبارح طلع تصريح، اكيد حضراتكم تابعتوه واتفاجئتوا زي ما كلنا اتفاجئنا كده، ان قال ايه؟ ان الاتحاد الافريقي بعت لنا وقال لنا يا جماعة مفيش مد للقيد الأفريقي ومفيش استثناء لمصر. والله يعني إيه؟ يعني إحنا كان بيضحك علينا؟ إيه ده؟ يعني النادي الأهلي اتلع كان عنده حق؟ يعني النادي الأهلي كان عنده رؤية مستقبلية للي هيحصل؟ لما قعدنا اتكلمنا كتير قبل بطولة الأمم الأفريقية، والنادي الأهلي أرسل بيانات وخطابات ومذكرات لاتحاد الكورة، وطلع اتكلم مسؤولي وقالوا يا جماعه اللي بيحصل ده ما ينفعش، يا جماعه الدوري لازم يخلص قبل بطولة الامم الافريقيه، يا جماعه في حاجه اسمها فتره القيد، فتره القيد دي عشان تبقى اقدر اقيد لاعبتي لازم ان انا اقيدهم الاول في الدوري او في القائمه المحليه. طلعوا الرد وقالوا ايه ساعتها؟ فاكرين طبعا، قال لك احنا اتفقنا وخاطبنا الاتحاد الافريقي وخلاص، النادي الاهلي او الانديه المصريه مستثناه من القيد الافريقي، وهيتم مد ليهم القيد لحد يوم كام؟ لحد يوم 5، وبالتالي احنا حطينا جدول المباريات المتبقيه في بطوله الدوري بعد بطوله الامم الافريقيه، لان احنا خلاص نسقنا كل حاجه من الاتحاد الافريقي. يا جماعه متاكدين؟ اه متاكدين ده اللي هيحصل، هتشوفوا هو ده اللي هيحصل. تمام؟ خرج منتخب مصر بطوله الامم الافريقيه،
تمام، واتكشف المستور. اتكشف المستور ان ما كانش في حاجه اسمها مد للكيد الافريقي، ما كانش في استثناء للانديه المصريه عشان الكيد الافريقي. وانا هعيد على حضراتكم تاني عشان ممكن اللي مش واخد باله من الموضوع ايه. الموضوع ان لوائح الاتحاد الدولي بتقول ايه؟ بتقول ان ما ينفعش اي نادي في اي دوله الدوري لسه ما خلصش عنده ويقدر يقيد لاعبين جدد. تمام؟ لازم الدوري يخلص بالكامل، يعني حتى الانديه اللي خلصت الدوري، في انديه طبعا في 13 14 نادي خلصوا الدوري. دول ما يحقش ليهم ان هم يعيدوا لعيبه جدد لان الدوري اصلا ما خلصش والموسم المحلي ما خلصش. تمام؟ فبالتالي انت مش هينفع تقيد اللعيبه غير لما الدوري يخلص. الدوري كان هيخلص امتى؟ يوم 30/7 طبقا لما تم الاعلان عنه، ده قبل التعديل اللي قدام حضراتكم، ده قبل التعديل اللي قدام حضراتكم اللي نزل امبارح. تمام؟ طبقا اللي تم الاعلان عنه قبل بطوله الامم الافريقيه ان الدوري هيخلص 30/7 مباراه الاهلي والزمالك، وبعديها هيبقى في مد لفتره القيد بعد الاستئذان من الاتحاد الافريقي وسماحه للانديه المصريه باستثنائهم ان هم يقيدوا اللاعبين لحد يوم 5 اغسطس. وكان ماتش الاهلي والزمالك يخلص يوم 30 ويبقى عندك 6 الى 7 ايام دول تقيد فيهم براحتك. طب ما كانش الاتحاد الافريقي، ما كانش وافق اهو، يعني لو المواعيد زي ما هي قبل التعديل اللي حضراتكم شفتوه من شويه على الشاشه ده كان هيبقى عندك يوم واحد تقيد فيه لعيبتك اللي هو يوم 31/7. طب ازاي؟ طب سيبك من كل الكلام ده، انت بتطلع تضحك على الناس ليه؟ انت بتضحك على الانديه ليه؟ ازاي تعمل كده؟ يعني بأني منطق؟ مين اللي سمح لك بكده؟ هي الدنيا هي المشكله ان الناس متعوده ان الكره المصريه بتدار بالحب. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله ما تقلقش يا عم الدنيا هتتظبط. خلاص لما بس تخلص بطوله الامم الافريقيه احنا انا هتصرف بعلاقتي مع الاتحاد الافريقي، انا هظبط لك الكلام كله بعلاقتي مع المسؤولين هناك. الاهلي هيقدر يقيد والزمالك وبيراميدز والمصري، ما تقلقش. طلع لا في خطوات من الاتحاد الافريقي بالموافقه ولا في اي كلام من ده، والاتحاد الافريقي امبارح ارسل واكد على الاتحاد المصري قال لهم يا جماعه مفيش استثناء للانديه المصريه واخر يوم للقيد هيكون يوم 31/7. الاستثناء الوحيد ممكن يكون اللي هو ايه الغرامات اللي هتوقع عليك بعد يوم 10/7، بعد يوم 15/7، بعد يوم 10 250 دولار لو انت عايز تقيد لعيبه جديده، يعني بعد يوم 15 250 دولار او 500 دولار، وبعدين مش عارف بعد يوم كام دولار. هو ده ممكن الاستثناء اللي ممكن يحصل، لكن غير كده ما كانش عندك استثناء في الايام خالص. تمام؟ فللاسف يعني حاجه مؤسفه من ضمن الحاجات المؤسفه جدا جدا اللي احنا بنتابعها اللحظات دي كده من امبارح، ومن ضمن الحاجات المؤسفه جدا 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 من تصريحات مسؤولين بعد الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه. ومش عارف الواحد يقول ايه اكتر من كده. لكن المهم في الاخر ايه؟ ان النادي الاهلي طلع عنده حق. المسؤولين في النادي الاهلي طلع عندهم حق لما نبهوا وقالوا يا جماعه لازم تشوفوا حل في موضوع الكده الافريقي، ولازم الدوري مش عشان مصلحه الاهلي، ما هو الاهلي مشارك افريقيا بس الزمالك برضه مشارك افريقيا وبيراميدز والمصري. ساعتها النادي الاهلي كان بيتكلم في المصلحه العامه. المصلحة العامة للأندية المصرية مش مصلحته هو. الناس دلوقتي بقت الأندية دي اكتشفت دلوقتي إن النادي الأهلي كان عنده حق. ودي حقيقة، إحنا مش عشان قناة الأهلي دلوقتي بنقول الكلام ده، لا فكر فيها كده وعقل الأمور، هتلاقي إن النادي الأهلي فعلاً كان عنده حق. خاطب الناس واتكلم مع الناس ها؟ وحذرهم من اللي ممكن يحصل، واضح إن هو كان عنده رؤية مستقبلية واضحة جداً. وطلع إن هو صح. واتحاد الكرة للأسف كان بيستهلك الوقت. ما بيردش على خطابات الاهلي لو تفتكروا، ما بيردش على اي حاجه، قاعد ياجل 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 واستهلك الوقت عشان البطوله خلاص الوقت يقذف والبطوله تبتدي، فخلاص ما عندناش حل دلوقتي، احنا في امر واقع. ده فعلا اللي حصل، حطوا الكره المصريه قدام الامر الواقع. يعني امور كانت الحقيقه صعبه، ولازم كنا نوضح لحضراتكم الامور، ولازم كنا نبين ان النادي الاهلي فعلا كان بيتكلم صح وثبت بالدليل القاطع وجهه نظر النادي الاهلي ومدى صحتها. النهارده بالمناسبه عيد ميلاد شريف اكرامي احد نجوم النادي الاهلي واحد نجوم الكره المصريه، بنقول له كل سنه وانت طيب يا شريف. لعيب مهم قوي قوي وحارس كبير جدا جدا جدا، ودايما كان بيتالق مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، حارس دولي كبير، لعب كل المنتخبات، منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول، لعب مع النادي الاهلي في الاعمار السنيه مختلفه، احترف بره ورجع ولعب مع النادي الاهلي تاني. حارس كبير جدا عنده خبرات وشخصيه مميزه، وفي الحقيقه
تواجده في النادي الاهلي مهم جدا جدا. ليه؟ لان انت دايما بتحب او بتبقى الخبرات ليها دور كبير جدا في مسيره الفرق. عقليه شريف اكرامي وشخصيته، الاتزان اللي هو فيه يخلي اي حد يتبسط ان هو عنده لعيب بهذا الحجم وبهذه القدرات وبهذه الشخصيه الهامه جدا اللي ممكن الكره المصريه تكون مفتقداها شيئا ما خلال الفتره الحاليه. كل سنة وانت طيب يا وحش افريقيا، وكل التوفيق ليك ان شاء الله للفتره اللي جايه، ان شاء الله بعد ما ترجع من الاصابه مع النادي الاهلي وتستعيد مسيرتك وقوتك المعروفه عنك ومهاراتك في حراسه المرمى. كل التوفيق لنجم كبير جدا زي شريف اكرامي، كل سنه وهو طيب. كمان عايز اقول لحضراتكم خبر مهم، وهو بخصوص مباراه الاهلي بكره مع فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي. باذن الله المباراه هتذاع بعد برنامج ملك وكتابه بكره ان شاء الله الخميس الساعه 1 بالليل، يخلص برنامج ملك وكتابه باذن الله. هتتفرجوا على المباراه في قناه الاهلي. كان في مجهودات في الحقيقه كبيره جدا بتبذل دايما من المسؤولين عن قناه النادي الاهلي، رئيس القناه، مدير البرامج، كل الناس بتحاول ان هي تخدم وتلبي كل طلبات جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما بيكون مهتم بكل الاخبار وكل الامور بتخص قناه الاهلي. طبقا للطبيعه الجبليه اللي بتحيط بمعسكر النادي الاهلي، فتعذر بس المباراة بشكل مباشر في تمام الساعة 6:30 غدا. كمان بكرة بالمناسبة في مباراة الجزائر وكوت ديفوار في دور الثمانية في نفس التوقيت، فعشان تتفرج على مباراة الأهلي براحتك بإذن الله هتشوفها الساعة 1 صباح يوم الجمعة، يعني بكرة بعد برنامج ملك وكتابة يخلص يبتدي على طول تبتدي مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي، وأكيد مباراة من ضمن المباريات اللي بيستعد من خلالها النادي الأهلي للموسم الجديد ولما تبقى من الموسم القديم، واستعدادات كلها مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا بقى نتكلم على أخبار النادي وكل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة كان في تدريب على فترتين بالنسبة للنادي الأهلي في معسكره في أسبانيا، بالتحديد في مدينة أليكانتي، وده ضمن البرنامج الموضوع بالنسبة للفريق بالتحديد فيما يتعلق بالجانب البدني، فعشان كده بيبقى في انخفاض بعد كده تصاعد في الاحمال البدنيه طبقا للرؤيه الخاصه بمدرب الاحمال بالتنسيق مع الجهاز الفني ومستر لاسارتي بكل تاكيد. بالتالي تقرر النهارده يكون في مران صباحي ومران مسائي. المران الصباحي كان في تمام الساعه 9 صباحا، والمران المسائي في تمام الساعه 6 مساء. التدريبات كلها اكيد مهمه جدا جدا جدا، بيبقى في شغل على الجانب البدني، رفع اللياقه البدنيه، وكمان شغل خاص بالامور التكتيكيه والخططيه والفنيه اللي دايما بيبقى مركز عليها اي فريق في فتره الاعداد، كمان في تواجد مستر مارتين لاسارتي وهذه الكوكبة الكبيرة من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الأهلي. إن شاء الله يكون في أكبر استفادة بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي من هذا المعسكر المناسب والملائم جدا بالنسبة للاستعداد للفترة الجاية. مستر مارتين لاسارتي طلب أنه يرفع الحمل البدني للاعبين من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، وده شيء أكيد مهم جدا جدا جدا. كمان النهاردة انتظم في تدريبات النادي الأهلي جيرالدو نجم الفريق ولاعب المنتخب الأنجولي بعد خروج المنتخب الأنجولي من بطولة الأمم الأفريقية من الدور الأول، بالتالي هو رجع على أنجولا كده قضى أجازة كام يوم مع أسرته واهله هناك، وبعد كده النهارده انضم، وده كان ميعاد محدد ومعلن. دايما اي اجازه النادي الاهلي يا جماعه عنده سيستم، والله نفسنا يعني عادي يعني مش ما فيهاش حاجه لما الناس تمشي بسيستم النادي الاهلي تحديد فيما يتعلق بالكره المصريه الاتحاد المصري وكلام من ده. انت دلوقتي لعيب خد اجازه، النادي الاهلي من اول ما اللاعب خد اجازه اعلن ان هو هينضم يوم الاربعاء. النهارده ايه؟ النهارده الاربعاء، الراجل موجود اهي، ودي صور لجيرالدو وهو متواجد
في مقر إقامة النادي الأهلي بأسبانيا. فبالتالي هو خلاص انضم النهاردة وشارك كمان في التدريبات، وهيكون ليه برنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر الحالي. كل التوفيق لجيرالدو مع النادي الأهلي. دي لقطات فور وصوله لمقر إقامة النادي الأهلي في أسبانيا. كمان الرباعي الدولي ينتظم في معسكر الأهلي السبت بعد الحصول على التأشيرة. وليد سليمان، مروان محسن، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي خلاص حصل على التأشيرة الدخول لأسبانيا تمهيدا للانضمام للمعسكر الفريق المقام حاليا هناك في مدينة أليكانتي. فبالتالي برضو كان ليهم فترة راحة بعد الإخفاق للأسف في التأهل لدور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية. خدوا 4 أيام أو 5 أيام أجازة، وهيكونوا متواجدين إن شاء الله يوم السبت القادم في معسكر الفريق عشان يجهزوا إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة جدا جدا للمرحلة اللي جاية المقبلة. وطبعا مجهود كبير عمله كابتن سمير عدلي مدير إداري للنادي الأهلي في كافة الإجراءات الخاصة بالسفر لهؤلاء اللاعبين عشان يوصلوا إن شاء الله لأسبانيا يوم السبت. في المقابل طبيب الفريق الدكتور خالد محمود بيأكد وبيطمن جمهور النادي الأهلي على حالة كريم ندوي، هذا اللاعب المميز جدا جدا جدا، وبيقول إن حالته بتتحسن بصورة ملحوظة مع انتظامه في تنفيذ برنامج العلاجي الخاص به عقب الجراحة. طبعا حضراتكم عارفين إن هو كان عمل جراحة في غضروف الركبة بمعرفة الخبير الألماني فايلر، وأوضح إنه على تواصل مستمر مع اللاعب للوقوف على حالته بدقة مع برنامج العلاج الطبيعي واللي ماشي من خلاله كريم نيدفيد. الحاله في تحسن مستمر، وكريم نيدفيد احد العناصر المهمه والبارزه جدا جدا في صفوف النادي الاهلي. وبالمناسبه بعد انضمام اليو ديانج انت بقى عندك خط وسط متكامل. فكر كده، عد اللاعبين المتواجدين عندك في خط وسط النادي الاهلي: سوليه، حسام عاشور، اليو ديانج، كريم نيدفيد، مين تاني يا جماعه؟ محمد محمود، ما ننساش محمد محمود احد ابرز الصفقات اللي هيبقى ليها دور كبير جدا. للاسف الاصابه وسوء حظه مع بدايه انطلاقته مع النادي الاهلي عطلته شويه، لكن هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. في عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين جدا في هذا المكان بالتحديد في خط وسط النادي الاهلي، هشام محمد اكثر من لاعب يعني في الحقيقه عشان ما ننساش حد يعني. فبالتالي انت المركز ده خلاص قفلت المركز ده باحتياجاتك فيه. والجميل في النادي الاهلي ان انت بتتعاقد مع الناس اللي انت محتاجهم. محتاج اليو ديانج، جبت اليو ديانج عشان تقفل الحته اللي في نص الملعب دي، خلاص يبقى الخيارات كلها متاحه للجهاز الفني. انا بديك الخيارات كلها اهو، انت اتصرف بقى بفكرك بخططك بتكتيكك، اتصرف براحتك، لكن انا بلبي لك احتياجاتك اللي انت ممكن تكون طلبتها خلال فتره الانتقالات الحاليه. ده بالنسبه لكريم نيدفيد وبالنسبه لخط وسط النادي الاهلي. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من تدريبات الفريق النهارده الصبح، وبعد دقائق او خلاص تقريبا ابتدى المران المسائي بالنسبه للنادي الاهلي. تصريحات لعلي لطفي حارس مرمى الفريق، وقال ان معسكر اسبانيا بيلبي كل طلبات اللاعبين من حيث الاستعداد للموسم الجديد بالتحديد، ومدى اهميه هذا المعسكر بالنسبه لهم. قال المعسكر ده هيخلينا نستعد بشكل اكبر للموسم الجاي. المعسكر فيه كل الطلبات وكل ما يخص ويساعد الفريق في ان هو يجهز بشكل قوي 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 للموسم الجديد والفتره الناقصه في بطوله الدوري البطولات المحليه كاس مصر. انت عندك كاس مصر لسه كمان صحيح. فبالتالي كمان بيتكلم علي لطفي، قال ايه؟ قال معسكر نموذجي في كل شيء من حيث الاقامه والاجواء والتدريبات والمباريات الوديه. وقال كمان ان احنا استفدنا جدا جدا من التجربه الوديه الاولى امام سوكر سمارت، وانتهت بفوز النادي الاهلي 9-0. دايما مش النتائج هي المهمه في المباريات الوديه خالص، يعني انت بتلعب فرقه ضعيفه جدا في الحقيقه، بس ده مطلوب ان انت في الاول تلعب فرقه ضعيفه، بعد كده هتلعب فرقه اقوى منها، بعد كده هتلعب فرقه اقوى عشان تجهز بشكل افضل للموسم الجديد. الفرقه الضعيفه اللي انت لعبتها دي ابتديت تجهز من خلالها فنيا وبدنيا، وابتدى الجهاز الفني انه يقف على مستويات بعض اللاعبين. طبعا اللاعبين كلهم قدرات كبيره، لكن تشوف جاهزيتهم ايه، وصلوا لحد فين في البرنامج اللي انت حاطه كمدير فني او كجهاز فني، بنسبه كام في الميه حققت المطلوب. واحده واحده ان شاء الله كل المطلوب بنسبه 100% هيحصل ويتحقق بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عمار حمدي كمان احد اللاعبين المميزين جدا واللي كان معار لصفوف الاتحاد السكندري، وفي الحقيقه عمل 6 شهور كويسين قوي قوي مع فريق الاتحاد السكندري، هذا الفريق الكبير جدا صاحب الشعبيه الكبيره في اسكندريه بالتحديد. فبالتالي بيعرب عن سعادته بصوره كبيره جدا انضمامه وعودته للنادي الاهلي، وقال ان هو مبسوط وبيشكر المسؤولين في النادي الاهلي ان هم اتاحوا له الفرصه انه ينضم للاتحاد السكندري عشان يثبت نفسه بشكل اكبر كمان للنادي الاهلي. هو النادي الاهلي لو مش شايف فيه قدرات كويسه في عمار حمدي ما كانش اتعاقد معاه من الاول يعني، لكن في بعض الاحيان
بيبقى في بعض اللاعبين الصغار في السن اللي بيبقوا محتاجين المزيد والمزيد من الخبرات، دي بتيجي امتى؟ من خلال مشاركتك بشكل كبير في بطوله الدوري. لو كنت قعدت مثلا في النادي الاهلي في الفتره دي ما كنتش هتشارك بشكل مستمر، فالاحسن اطلع خد تجربه اخرى، خد خبرات، خد خبرات كتير 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 عشان لما ترجع واحتاجك الاقيك جاهز. لان النادي الاهلي دايما ما بيبقاش بيستنى او ما بيبقاش عنده فرص لفقد البطولات او للخسائر في المباريات. مش معنى كده ان ممكن اللعيبه الصغيره دي تبقى امكانياتها وحشه، لا، معنى كده ان دايما انت محتاج الخبرات في مختلف البطولات اللي انت بتشارك فيها. فعمار حمدي يعني اكيد مبسوط بتواجده خلال الفتره الجايه، قال كمان انا سايب كل ما يتعلق بالامور الخاصه بيا كلاعب اللي هو عمار حمدي، سواء اخرج اعاره او اكمل مع الفريق، ده كله خاص بالنادي الاهلي اللي هيقول عليه انا هنفذه. واضح ان هو لاعب مميز سواء من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الفنيه، اكيد كلنا تابعناه في بطوله الدوري، فمصيره اكيد بايد النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. كمان عربي بدر، عربي بدر احد اللاعبين المميزين جدا في قطاع ناشئين النادي الاهلي، لاعب مميز في اكثر من مركز. بتمنى ان انا اكون يعني
ان شاء الله اكون يعني جزء من اللي هم عملوه باذن الله. طبعا بنشكرهم جدا من اللي هم قدموه خلال الفترات اللي فاتت وخلال المنتخبات، وكابتن حسام عاشور طبعا نجم كبير كبير جدا، فيا رب يكون قد مستواه كده باذن الله، ويكون قد كابتن حسام غالي. طبعا دول شرف كبير ليا ان انا اكون متواجد معاه. بشكره جدا على ثقته فيا وانا وزمايلي مصطفى شوبير، احمد طارق، محمد عبد المنعم، عمار، رمضان الجول. فانا بشكره جدا على ثقتهم فينا كلاعيبه صغيره، وبيحمسونا دايما. حتى اللعيبه الكبار دايما كابتن حسام عاشور بيتكلم معايا بيقول لي دايما ركز وخليك مركز في الملعب، ما تشتتش نفسك، خليك دايما كده محضر مركز، باصك كله سليم، ده هيفرق معاك كتير. فطبعا واللعيبه بشكرهم جدا، مدينا الثقه معاهم، فان شاء الله. وطبعا يعني زي ما بتتكلم انت على مارتين لاسارتي، فطبعا بشكره جدا على الثقه اللي هو منحالي وكده، فان شاء الله اكون عند حسن ظنه والثقه اللي هو مديها لي كده، واثق فيا جدا، وفي التمرينات بيتكلم معايا بشكل كويس جدا، فان شاء الله اكون عند الثقه دي باذن الله. ما تتكلمش في ماتشات وديه، او بتتكلم في فرقه، يعني انت بتتكلم بتقيس مستواك انت. انت في فتره اعداد المدرب دايما بيطلب مثلا ايه في فتره اعداد اللعب بصفه يعني بطريقه سليمه، بشكل سريع وبطريقه سليمه، كل باص، كل مثلا تحرك بيطلب منك السرعه في الاداء. لكن ما بنبصش احنا على مثلا يعني نتيجه، احنا بنبص على اداء فرقه. فاللعيبه حتى يعني قدوا المدرب قاله كده، والشغل اللي هو بيديه لنا طول الفتره اللي فاتت، فهو ده المطلوب. يعني الشغل اللي هو بيقوله كده تأديه، مش مهم الفرقه اللي انت بتلعبها، ومش مهم النتيجه كام، بس المهم اللي انت بتشتغل ازاي. ركز معايا بقى، تمام؟ من شويه كده واحنا بنتكلم في اول الحلقه قلنا ايه؟ النادي الاهلي طلع كان عنده حق. النادي الاهلي اتكلم كتير قبل بطوله الامم الافريقيه، وطالب اتحاد الكره ان هو يراعي فتره القيد الافريقي والمواعيد القانونيه اللي لازم الانديه المصريه تأيد فيها لاعبتها في القائمه الافريقيه الخاصه بالبطولات الافريقيه المختلفه، سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه الافريقيه. دلوقتي النادي الاهلي بيطلب بايه؟ بيطلب ثلاث طلبات عاجله من النادي الاهلي لاتحاد الكره. القرار او الطلب الاول بالتحديد قال ايه؟ فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي، وبالتالي قيدها في القائمه الاساسيه في الاتحاد الافريقي وفقا للوائح المنظمه للمشاركه في بطوله افريقيا للانديه الابطال 2019 2020. يعني الطلب الاول ايه؟ افتح لي دلوقتي الباب، عايز ايد اللعيبه طبقا للوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي عشان الحق ايدهم افريقيا، لان لازم زي ما شرحت لحضراتكم ان احنا نايدهم محليا الاول، اي نادي يعني هيشارك في اي بطوله في البطولات الافريقيه. يبقى ايه؟ حتى افتح باب القيد حتى يتسنى لنا قيد اللاعبين محليا ومن ثم قيدهم افريقيا طبقا للوائح الكاف. ده القرار الاول او الطلب الاول اللي طلبه النادي الاهلي من اتحاد الكره. الطلب الثاني موافقتنا بخطاب رسمي تسجيل اسم النادي الاهلي ضمن الانديه المصريه المؤهله للمشاركه في البطوله الافريقيه المذكوره. يعني يقول لنا بشكل رسمي كده ان احنا هنشارك خلاص في بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني عشان الامور تبقى واضحه ومحسومه. دايما بيبقى فيه خطابات رسميه هي اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي، ده امور معتاده او دي امور معتاده على مدار تاريخ النادي الاهلي. الطلب الثالث ايه؟ اعتبار الامر هام وعاجل للغايه، حيث ان اخر موعد لتسجيل القائمه الاساسيه ينتهي امتى؟ بنهايه اليوم 10/7/2019. يعني انت عشان ما تتعرضش لغرامات لازم النهارده وانا بتكلم مع حضراتكم كده، النهارده الاربع يوم 10/7 تأيد القائمه بتاعتك وتوديها ليه، او تحدد القائمه بتاعتك وتوديها للاتحاد الافريقي. فانت لازم الموضوع ده عاجل، ده طلب النادي الاهلي الثالث والاخير لاتحاد الكره. الموضوع ده عاجل ولازم تاخده باهميه، لازم تاخده باهميه، لان في امور قبل كده انت ما خدتهاش باهميه وكبرت دماغك ووصلنا للازمه اللي احنا فيها دلوقتي. فالطلب الاخير ان انت تاخد الموضوع ده بشكل مهم للغايه، لان النهارده اخر يوم للقيد الافريقي بدون غرامات. ده اللي بيتكلم فيه النادي الاهلي، وده اللي ارسله النادي الاهلي النهارده، او طلبات النادي الاهلي ليه او من الاتحاد المصري لكره القدم.
واحنا كنا اتكلمنا في بدايه الحلقه في هذه الجزئيه بالتحديد. ماشي، هنشوف في الساعات القليله القادمه ايه اللي هيحصل، واي جديد اكيد هنوافي حضراتكم بيه على طول. نكمل اخبار معسكر النادي الاهلي في اسبانيا. النهارده تدريبات بدنيه للاعبين في المران الصباحي، وده اتكلمنا فيه خلاص. محمود وحيد ده طبقا او بالتحديد فيما يخص الاصابات في النادي الاهلي، النهارده بينتظم محمود وحيد احد ابرز اللاعبين اللي تعاقد معهم النادي الاهلي في شهر واحد. لاعب ظهير ايسر اكثر من رائع، كان عنده اصابه الفتره اللي فاتت وخلاص النهارده بينتظم فيها التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا بعد انهائه لفتره علاجه الطبيعي، واصبح جاهز للمشاركه بشكل كامل في التدريبات الجماعيه للفريق. محمد عبد المنعم ناشئ النادي الاهلي تعافى كمان من اصابه العضله الخلفيه واصبح جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه. كمان النهارده كان في المران الصباحي كدمه خفيفه كده لنصر ماهر، نزل دكتور خالد محمود للاعب في ارضيه الملعب عشان يطمن عليه، لكن الحمد لله ناصر قدر ان هو يكمل تدريباته او مرانه الصباحي بالتحديد مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله كابوس الاصابات ده نتخلص منه باذن الله بشكل كبير جدا في الموسم الجديد او الفتره الجايه، خصوصا النادي الاهلي لبى كل الطلبات وكمان وفر كل الاجهزه اللي بشانها تقلل من الاصابات هتفضل وارده في كره القدم، لكن في نفس الوقت المسؤولين في النادي الاهلي قدروا ان هم ايه يجيبوا جهاز استشفاء بشكل رسمي بقى موجود في النادي الاهلي، ده عشان من خلاله تقدر تعمل استشفاء جيد، بالتالي لما تعمل استشفاء جيد ده يحميك بنسبه كبيره ان شاء الله من الاصابات. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله. لكن عشان نعرف كل الجديد الخاص بمعسكر الاهلي في اسبانيا واخر الامور ماشيه هناك ازاي، التدريب الصباحي كان اخباره ايه، كل هذه الامور اللي اكيد حضراتكم بتبقوا عايزين تعرفوها، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز والمتالق عمر ربيع ياسين موفد قناه الاهلي هناك في اسبانيا ومرافق البعثه هناك في اسبانيا، يقول لنا ايه كل الجديد الخاص بالفريق هناك. يا عمر مساء الخير عليك، قول لنا اخر الاخبار عندك ايه، اتفضل. برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تحياتي ليك الزميل العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. يعني موجودين معاك في رساله جديده، رساله يوميه من مقر بعثه اقامه النادي الاهلي في مدينه اليكانتي في اسبانيا، وبنطمن كل جمهور الاهلي وبنقول لكل جمهور الاهلي على كل الاخبار وكل الامور الخاصه بالفريق الاول. جيرالدو النجم الانجولي بيصل بالسلامه الى مقر بعثه الاقامه ليلتحق بالفريق في التدريب المسائي بعد ما منتخب انجولا خرج من البطوله، وبالتالي بيلحق بالبعثه. جيرالدو واحد من اللاعبين المهمين جدا اللي بيعتمد عليهم الجهاز الفني خلال المشوار القادم سواء في المعسكر الحالي او في لقائين المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. نادي الأهلي أدى مران صباحي على أعلى مستوى، الحمل البدني كان عالي جدا. محمود وحيد الحمد لله بيلتحق بالتدريب مع الفريق الأول ويبتعد عن الإصابات ويبتعد عن التأهيل علشان يكون أحد القوة الضاربة اللي هتكون موجودة مع الجبهة اليسرى في وجود علي معلول. محمود وحيد واحد من اللعيبة المميزة جدا اللي كان موجود مع منتخب الشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية والمشارك في بطولة كأس العالم وأيضا شارك مع مصر للمقصة سنوات كثيرة وتألق بشكل كبير علشان يتعاقب مع النادي الأهلي في الفترة الشتوية الأخيرة وينجح في التوقيع ليه، وبالتالي هو احد الصفقات واللاعبين المهمين جدا النادي الاهلي يعتمد عليهم خلال الفتره القادمه. طبعا زي ما حضراتكم متابعين بكره ان شاء الله هيكون في مباراه وديه امام فريق نيوبورت الانجليزي احد فرق الدرجه الرابعه الانجليزيه، وده من ضمن البرنامج اللي حطه مستر مارتن لاسارتي الخاص بالاحمال البدنيه والاحمال التدريبيه الخاصه بالتدريب او المباريات علشان خاطر يعلم الحمل ويجرب التكتيك الخاص به ويجرب الاحمال البدنيه ويشوف مدى استيعاب لاعبي النادي الاهلي في اللقاءات الوديه، وختام المباراه يوم 15 اللي ان شاء الله نختم بيها المعسكر الحالي المقام في اسبانيا في ثلاث لقاءات وديه ان شاء الله يكونوا كلهم على اعلى مستوى، يكونوا بدون اي اصابات، يكونوا بدون اي مشاكل. المعسكر حاليا كله على اعلى مستوى زي ما احنا بنقول دايما، وكمان كل حاجه بيطلبها لاعب كره قدم هيلاقيها في المعسكر هنا، ملاعب تدريب، فندق اقامه، حتى الوجبات كلها صحيه وعلى اعلى مستوى، التنسيق مع الجهاز الفني والاداري واللاعبين في كل شيء، كل امور التفاصيل الصغيره كلها
بيتم الاهتمام بيها. وبالتالي عشان كده بقول لك يا امير ان المعسكر على اعلى مستوى حاجه تشرف وحاجه تليق فعلا بالنادي الاهلي. دايما يا امير هنكون موجودين معاك علشان خاطر نقول لك كل ما هو جديد ونطمن الجمهور ونطمن كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان على الفريق الاول وعلى البعثه ان شاء الله. زي ما انا قلت وهفضل اقول ان شاء الله ربنا يحفظ كل اللعيبه ونرجع الى القاهره بدون اي اصابات علشان مستر مارتن الصوت يكون محتار في التشكيله، يكون عنده وفره من اللاعبين في كل مكان، وكل ده في صالح النادي الاهلي. ختاما ليك الزميل العزيز، ارجع لك ونشوفك ان شاء الله في رساله جديده. شكرا. بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا، وكلام مهم واخبار مهمه جدا خاصه بمعسكر النادي الاهلي قالها لنا زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين، وفي الحقيقه بيقوم بمجهودات كبيره جدا سواء هو او زميلنا كمان العزيز كريم احمد، وكمان المخرج محمد الدكروري، وزميلنا العزيز كمان يحيى مدير التصوير، عاملين مجهود كبير جدا جدا هناك عشان ينقلوا لكم كل الامور الخاصه بمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا. بنشكرهم شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح نشوف بقى اخبار الكان في الصحف ايه، يلا بينا. المسا، ثروت سويلم المسؤول عن الجبلايه: استكمال الدوري والكاس اهم اهدافي، تقديم المؤجلات 48 ساعه بسبب الكد الافريقي، جمهور القمه ينتظر موافقه الزمالك. الاهرام، مسؤول الرياضه يناقشون احوال الكره المصريه مع الرئيس الفيفا، القيد الافريقي والدوري والجهاز الفني للمنتخب، ملفات تنتظر الحل السريع. الجمهوريه، ايجابيات الدوله تكسب سلبيات الجبليه. الاخبار، النواب يحاصر اتحاد الكره ب70 طلب احاطه، وبرلماني يطالب بلجنه لتقصي الحقائق. الشروق، محاولات لإقناع الفيفا بتشكيل لجنة خماسية برئاسة سويلم لمدة عام، وزير الرياضة ينسق مع المدير التنفيذي للاتحاد تمهيدا لتعيين مدرب المنتخب قبل بداية تصفيات المونديال في أكتوبر. اليوم السابع، جمال علام يخوض انتخابات اتحاد الكرة على كرسي الرئاسة، الدورة الكاملة تمنع الشامي من الترشح، واقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبي لخوض وديات الأجندة الدولية بدلا من الكبار. الأخبار المسائي، البطولة ما خلصتش، المتطوعون شعاع ضوء في سماء البطولة التاريخية. طيب بمناسبة بطولة الأمم الأفريقية، النهاردة في مباريات وبكرة كمان في مباريات دور الثمانية. السنغال بتقابل في هذه اللحظات منتخب بنين، نتيجة كام يا جماعة؟ وكمان في مباراة بالليل الساعة 9 ما بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، دول مباراتين النهاردة. بكرة إن شاء الله هيكون في مباراتين تانيين، ساحل العاج هيقابل الجزائر في مباراة نيرية جدا جدا في تمام الساعة 6 مساء، ومدغشقر هتقابل تونس في تمام الساعة 9، مباراة في الظاهر بتاعتها متكافئة لكن الخبرات أكيد أرجح للمنتخب التونسي، لكن في نفس الوقت الطموح عالي قوي قوي عند منتخب مدغشقر، وأي حد طموح لازم تخاف منه، بيبقوا عندهم هدف وبيحاولوا يوصلوه بشكل كبير جدا. مدغشقر عاملين بطوله اكثر من رائعه، فبالتالي بكره بالليل كمان هتكون مباراه ناريه ما بين مدغشقر وتونس في تمام الساعه 9 مساء. مباراه السنغال وبنين حتى الان تعادل السلبي، والشوط الاول على مقربه من النهايه، اخر خمس دقائق في الشوط الاول بالتحديد. طيب خلينا نتناول بعض الاخبار ونعلق عليها فيما يخص اخبار كان في الصحف. نبتدي بالمسا، وثروت سويلم المسؤول عن الجبليه دلوقتي بيقول ان استكمال الدوري والكاس اهم اهدافه، وان تقديم المؤجلات 48 ساعه بسبب الكد الافريقي، وجمهور القمه ينتظر موافقه الزمالك. طب ناخد العنوان واحده واحده، استكمال الدوري والكاس اهم اهداف. طب ما هو طبيعي، احنا لازم نكمل الدوري والكاس، ما هتعملوا ايه؟ طيب ما يعني ده المفروض من الاول، المفروض ان احنا دلوقتي بنتكلم زي كل الناس كده ان الموسم خلاص خلص من زمان، المفروض الناس كلها دلوقتي بتستعد للموسم الجديد، لكن ما علينا اللي احنا وصلنا له. يعني المهم تقديم المؤجلات 48 ساعه بسبب الكد الافريقي، واحنا ازاي ما كناش نعرف ان الكده الافريقي مش هيتم استثناء فيه الانديه المصريه؟ اتفاجئنا امبارح كلكم اتفاجئتوا، ها، واتكلمنا في الموضوع ده في بدايه الحلقه، واتكلمنا فيه في بدايه او قبل بطوله الامم الافريقيه باسبوعين. المهم ان ايه، الكده الافريقي او المباريات تم تقديمها 48 ساعه عشان تلحق كده في اخر يومين، يعني ماتش الاهلي والزمالك يوم 28/7، اخر يومين تلحق ايه تأيد اللاعبين اللي انت عايز تأيدهم. لكن طبعا ما نشوف النهارده طلبات النادي الاهلي هيترد عليها ازاي. جمهور القمه ينتظر موافقه الزمالك، بيتكلموا يعني بمبدا ايه، عارف مبدا فيه اسمه، مبدا كده اسمه تكافؤ الفرص، عارفه مبدا تكافؤ الفرص اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضه، مش احنا بس، ناس كتير اتكلمت فيه يعني، والنادي الاهلي بالتحديد اتكلم فيه.
هم عايزين يعملوا ايه؟ بيقول لك اصل ماتش الزمالك والاهلي في الدور الاول كان من غير جمهور، فاحنا طبقا لمبدا تكافؤ الفرص عايزين نلعب الماتش الثاني من غير جمهور، لو الزمالك وافق انه يلعب الماتش بجمهور ما عندناش مشكله، ما وافقش الزمالك خلاص عشان طبقا لمبادئ او لمبدا تكافؤ الفرص تمام لازم ننفذه يعني. طب ما تنفذش ليه؟ لان ده الدوري خلص عند ناس وناس لا. طب يلا خش على الخبر اللي بعده، وهو خاص بالجمهوريه واجابات الدوله تكسب سلبيات الجبليه. في الحقيقه احنا خسرنا كوره لكن كسبنا تنظيم اكثر من رائع. حرام حرام ان احنا كنا نخسر البطوله دي ما نكسبهاش على ارضنا، كان هتبقى حاجه جامده قوي لو خدت البطوله بالتنظيم ده. دلوقتي انت خسرت البطوله لكن عندك تنظيم فظيع، عندك مؤسسات اجتهدت وتعبت بشكل كبير جدا جدا عشان البطوله تخرج بالمنظر ده. عندك في 4 شهور بس الا كمان 4 شهور الا نظمت بطوله بالحجم ده بالعدد ده من المنتخبات لاول مره في تاريخ افريقيا، 24 منتخب يشارك في البطوله. مصر تقدر على كل شيء في الحقيقه، وده اثبات بالدليل القاطع مقدره مصر على تنظيم اي محفل عالمي مش افريقي بس. اثبات بالدليل القاطع على ان المصريين قادرين ان هم يعملوا اي حاجه في اي وقت، لما بيحطوا حاجه هنا بينفذوها. وده مهم جدا جدا جدا، فاحنا مش عايزين نغفل الدور الايجابي للدوله في تنظيم بطوله بهذا الحجم في وقت ضيق زي ده. خسرت البطوله للاسف، شيء مؤسف جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت الايجابيه دي لازم ما نغفلهاش ولازم نتكلم عليها. لان الناس المسؤولين اللي تعبوا، المتطوعين اللي تعبوا، اي حد تعب في تنظيم هذا الحدث لازم نشكره ولازم نحييه كل التحيه في الحقيقه. نروح للشروق. بتقول ايه؟ محاولات لاقناع الفيفا بتشكيل لجنه خماسيه برئاسه سويلم لمده عام. احنا عارفين طبعا طبقا للوائح والميثاق الاولمبي واللوائح الدوليه والكلام من ده كل ده ما ينفعش ان انت تجيب ناس تعينهم كده دول اللي يمسكوا اتحاد الكوره، لازم بيبقى فيه امور معينه وخطوات معينه، لازم الناس كلها تقدم استقالتها بما فيهم المدير التنفيذي بكل حاجه عشان تقدر تعين ساعتها، مش هيبقى فيه تدخل حكومي. لكن في محاولات مع الفيفا طبقا للخبر يعني من جريده الشروق لاقناع الفيفا ان يكون في لجنه خماسيه برئاسه سويلم لمده عام عشان تدير الكره، وبعد كده يبقى في انتخابات وتمهيدا كمان لتعيين مدير فني المنتخب قبل بدايه تصفيات المونديال في اكتوبر، عندها تصفيات كاس العالم في شهر اكتوبر، تصفيات كاس العالم 2022، ولازم نبتدي بدايه كويسه ولازم نتعلم من اخطائنا بقى يا ريت يعني. عامه هنشوف خلال الايام الجايه ايه اللي هيحصل، واضح ان هيكون في مفاجات كتير قوي الفتره اللي جايه. خلينا نشوف. نروح لليوم السابع، جمال علام يخوض انتخابات اتحاد الكره على كرسي الرئاسه، الدوره الكامله تمنع الشامي من الترشح واقتراح تصعيد المنتخب الاولمبي. انا عايز اعلق بالتحديد على تصعيد المنتخب الاولمبي. والله هو موضوع ليه ايجابيات وسلبيات. الايجابيات ان انت هتقدر تكتشف لاعبين في المنتخب الاولمبي لو انت خليتهم يخوضوا المباريات والاجنده الدوليه المقبله بدل من اللاعبين الكبار يعني، خصوصا ان انت ممكن ما تلحقش تجيب مدير فني، ما اعرفش ليه ما نلحقش، احنا بنلحق على فكره وفي مديرين فنيين جيدين جدا متاحين على الساحه يعني. لكن في نفس الوقت الميزه اللي فيها ان انت هتشوف اللاعبين اللي عندهم الشخصيه في المنتخب الاولمبي من خلال خوض مباريات واجنده دوليه مع لاعبين كبار تمام، عندهم خبرات كبيره يعني، هتشوف الشخصيه بتاعتهم تنفع المنتخب الاول ولا لا. من ضمن السلبيات ان انت مش هتعرف تكتشف لاعبين تانيين في الدوري المحلي مش ان هم المنتخب الاولمبي اللي هم الكبار يعني في السن شويه، مش هتعرف تكتشفهم خلال المباريات دي، هيبقى صعب شويه واكيد هيبقى في تفكير فيه اكتر من مره. الاخبار المسائي بتتكلم عن المتطوعين بالتحديد، البطولة ما خلصتش، المتطوعين شعاع ضوء في سماء البطولة التاريخية. هي فعلا بطولة تاريخية من حيث التنظيم ومن حيث الملاعب والبنية التحتية وكل هذه الأمور اللي تم تجهيزها في وقت ضيق جدا. المتطوعين فعلا عاملين مجهود أكثر من رائع، شغل كويس جدا جدا لازم نلفت النظر إليه، وأكيد حضراتكم كلكم واخدين بالكم من هذه الجزئية. هم فعلا شعاع ضوء في سماء البطولة التاريخية في مصر، وفعلا البطولة ما خلصتش. البطولة خلصت كورة بالنسبة لنا كمصريين، لكن التحدي لسه قائم. التحدي لسه قائم ايه؟ ان انت لازم تستكمل البطولة بالشكل اللي انت ابتديت عليه لحد دلوقتي من الناحية التنظيمية. مجهود كبير جدا في الحقيقة بيتعمل، لازم نشكر كل المسؤولين عليه، ولازم نحاسب كل من اخفق مع المنتخب المصري وكل من ادى لهذه النتيجة السيئة كرويا. بس كده.
نروح لأخبار اللي كان على المواقع، يلا بينا. الشروق، ساديو ماني يحقق حلم متطوع في أمم أفريقيا. كورة، صافرة كاميرونية تفصل بين تونس ومدغشقر. في الجول، نجم مدغشقر حظوظنا متساوية مع تونس. يلا كورة، كامارا أعلم نقاط ضعف الجزائر وسألعب عليها. فيتو، المكافآت الخاصة سلاح الإيفواريين لتخطي عقبة الجزائر. الصريح التونسية، أحمد يمنع تونس من اللعب بالقميص الأحمر، المبروك أمام منتخب بلاده. الشروق التونسية، لفتة رائعة من اللاعب الخنيسي تجاه مشجعة صغيرة. مواذيك اف ام التونسية، جراس هذا الفرق بين تونس والمنتخبات التي دربتها. الخبر الجزائرية، 6 رحلات إضافية لمساندة الخضر. الهداف الجزائرية، بالماضي كوت ديفوار منتخب قوي ويملك الخبرة ومن بين المرشحين للفوز بالكان. الشباك الجزائرية، بوداوي اللاعبون ساعدوني كثيرا. المنتخب المغربية، إقالة دنيا لحرش المسؤول عن التواصل بالجامعة. البطولة، المغربي بلحروز، الجماهير المغربية عاطفية وعلى زياش إدراك ذلك. الصباح المغربية، هاليلوزيتش مرشح لخلافة رونر. الوكالة الموريتانية للأنباء الرياضية، فتح تحقيق حول مشاركة لاعب موريتانيا في مباراة تونس بإصابة خطيرة. كيك أوف الجنوب أفريقية، ويليامز لم نأتي لنقدم أداء سيئا. ديلي بوست النيجيرية، ما قاله ميكيل أوبي لي بينيك رئيس اتحاد الكرة القدم بالنيجيري. طيب اخبار كتيره جدا بخصوص اللي كان في المواقع، خلينا نبتدي بجريده الشروق واللي بتتكلم على ان ساديو ماني حقق حلم لاحد المتطوعين في البطوله. وخليني احكي لحضراتكم القصه دي، احد المتطوعين اسمه احمد جمال، هو كفيف وبيشجع ليفربول من 2005 وهو خريج كليه الاعلام 2017، وكان نفسه ان هو يعمل لقاء مع ساديو ماني، فبالتالي طلب من اليو سي سي المدير الفني السنغالي ان هو يتلبي له هذا الطلب، بالتالي تم ابلاغ ساديو ماني اللي ما فكرش لحظه ووافق ان هو يعمل معاه لقاء صغير جدا ولباله طلبه بكل تاكيد. اكيد الجوانب الانسانيه دي يا جماعه بتبقى مهمه قوي قوي في كره القدم، وبتدل كمان على الشخصيات المهمه يعني زي ساديو ماني ومدى الجانب الانساني اللي عنده ومدى ايجابيته، وكلها امور بتبقى مهمه يعني في كره القدم وبتهم ناس كتير بشكل عام. يعني عايز اروح لخبر من جريده كوره، موقع كوره، صافره كاميرونيه تفصل بين تونس ومدغشقر. الحكم اليوم نيانت هو اللي هيقود مباراه تونس ومدغشقر، هذه المباراه القويه جدا وهنشوف المباراه دي هتصفر عن ايه. اكيد كل الدعوات والتمنيات للمنتخب التونسي الشقيق ان هو يتاهل، في نفس الوقت منتخب مدغشقر او الملجاشي منتخب قوي جدا عنده قدرات مميزه، عنده مدير فني مميز واللاعبين عندهم روح كبيره قوي في الملعب، روح كبيره قوي في الملعب عندهم في الحقيقه، وده اللي بيخليهم ان هم يوصلوا للادوار بعيده لاول مره في تاريخهم واول مره يشاركوا في بطوله الامم الافريقيه اصلا، يعني فحاجه تحسب لهم. لكن لازم المنتخب التونسي ياخد باله جدا 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 من هذه المواجهه. في المقابل، موقع في الجول، نجم مدغشقر كارولوس اندريا قال ان حظوظنا متساويه مع منتخب تونس، وقال ان المنتخب التونسي منتخب قوي وعنده خبرات كبيره بكره، لكن احنا مؤمنين بحظوظنا في التاهل وعارفين جدا ازاي هنخوض هذه المباراه، وعندهم طموح كبير جدا، مباراه بكره الساعه 9 بالليل. يلا كوره، تصريح لابراهيم كامارا،
مدير الفني للمنتخب الايفواري، قال اعلم نقاط ضعف الجزائر وسألعب عليها، مباراه هتبقى قويه جدا جدا ما بين المنتخبين، قمه في الكره الافريقيه، الجزائر منتخب اقوى منتخب حتى الان في البطوله بالاداء والارقام كمان. منتخب احرز 9 اهداف وما استقبلش ولا هدف. سيبك بقى من الارقام عشان احنا الارقام دي كنا بنتكلم عليها وبنتحجج بيها، احنا منتخبنا ارقامه حلوه يا جماعه، ما تحبطوش اللعيبه تمام. سيبك بقى من ارقام المنتخب الجزائري، ادائهم في الملعب عامل ازاي، روحهم في الملعب عامله ازاي، مفيش بعد كده. حاجه بصراحه ممتازه من المنتخب الجزائري، مدير فني وعناصر كمان بالنسبه للمنتخب يعني. فابراهيم كامارا يعني بيقول ان احنا قادرين ان احنا نواجه المنتخب الجزائري وقادرين ان احنا نتخطى هذه العقبه، نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه المباراه. نروح لفيتو، بتقول ان المكافئات هتكون سلاح الايفواريين لتخطي عقبه الجزائر، وده بناء على تصريح لاوجستون سيدي ديالو رئيس الاتحاد الايفواري، وقال ان احنا في مكافئات خاصه هنرصدها بشكل كبير قوي لكل اللاعبين والجهاز الفني الخاص بالمنتخب الايفواري عشان ان شاء الله يتخطوا عقبه الجزائر، هتبقى عقبه صعبه جدا جدا بالنسبه للايفواريين، وان شاء الله باذن الله المنتخب الجزائري يكون موفق. نروح بقى للصريح التونسيه، بتقول ان احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم بيمنع تونس من اللعب بالقميص الاحمر المبروك امام منتخب بلاده. يعني هم بيتكلموا هنا ان منتخب تونس لعب 3 مباريات الاولى ليه في البطوله بالتيشيرت والشورت والشراب الابيض وما كسبش ولا ماتش، وكان اداؤه سيء جدا لما لعب بالتيشيرت الاحمر الطقم الاحمر كامل في المباراه الاخيره لما كسبوا غانا بضربات الجزاء، فبالتالي كانوا مبروكين باللون الاحمر وبالتالي قدروا ان هم يصعدوا لدور الثمانيه. فبيتطرقوا لايه؟ ان الاتحاد الافريقي رفض تماما ان هم يلعبوا باللون الاحمر قدام مدغشقر وصمم على ان هم يلعبوا باللون الابيض. ده ليه؟ ده من وجهه نظرهم يعني. الاتحاد الافريقي بيرأسه احمد اللي هو اصلا جنسيته منين؟ من مدغشقر او بلده مدغشقر يعني. فيعني كلها يعني كلام بيبقى كده قبل كل مباراه يعني، لكن المهم ان شاء الله يكون المنتخب التونسي موفق في هذه المباراه. نكمل مع تونس والشروق التونسيه بالتحديد، بتقول ايه؟ بتقول ان لفته رائعه من اللاعب خنيسي تجاه احد المشجعين الصغار او مشجعه الصغيره بالتحديد، من خلال ان هو او هي طلب التيشيرت طه ياسين الخنيسي المهاجم المميز وصاحب الهدف في مباراه غانا، وبالتالي هو لبى هذا الطلب واداها التيشيرت الخاص به طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي ومهاجم مميز. نروح لموازيك اف ام التونسيه، وبتقول تصريح لالان جريس المدير الفني المنتخب التونسي اللي كان عليه كلام كتير جدا، قال ان في فرق ما بين تونس والمنتخبات اللي انا دربتها. تونس او اللاعبين التوانسه بيعتمدوا على الانضباط التكتيكي الكبير، لكن المنتخبات اللي انا دربتها عندهم الاندفاع البدني القوي، ففي فرق بين الاثنين. هو درب طبعا مالي ودرب السنغال ودرب الجابون منتخبات افريقيه، مقابل درب في شمال افريقيا بس المنتخب التونسي. نروح للخبر الجزائريه، الخبر الجزائريه بتقول ان في 6 رحلات اضافيه لمسانده الخضر، واحنا عارفين الشعب الجزائري دايما دايما لما بيبقى في اي تحدي خاص بمنتخب بلاده بتلاقيه. لو نفتكر كلنا ام درمان سافروا قد ايه عشان يساندوا المنتخب التونسي ضد المنتخب المصري، وللاسف هم كسبوا الرهان، او عفوا المنتخب الجزائري ضد المنتخب المصري وكسبوا الرهان وقدروا ان هم يصعدوا لكاس عالم في هذا التوقيت. لكن المنتخب الجزائري وجوده مميز جدا في مصر في هذا في الفتره دي، وبالتحديد جمهورهم كمان ملتزم جدا، ونشوف لقطات ليهم رائعه ومسانده ليهم قويه جدا جدا، معروف عن الشعب التونسي. فبالتالي هيبقى في طيارات الجزائري هيكون في طيارات كتيره جدا جدا بالنسبه للشعب الجزائري والجماهير الجزائريه عشان تيجي تساند الخضر في دور الثمانيه، وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله ويوصلوا لدور نصف النهائي، ويوصلوا للنهائي كمان مع تونس، تبقى حاجه كويسه قوي نتمنى يعني. لو ينفع يعني الخريطه الخاصه بالبطوله تنفع، مش هيقابلوا بعض قبل النهائي، نتمنى ان الاثنين ان شاء الله يكونوا متواجدين في النهائي. الهداف الجزائريه بتقول تصريح لجمال بالماضي، بيقول كوت ديفوار منتخب قوي ويمتلك الخبره من بين المرشحين للفوز بالكان. بيعجبني قوي تصريحات الراجل ده، ذكي جدا جدا في تصريحاته، وبيركز على الجانب النفسي بشكل كبير، بيرفع الضغوط عن لاعبته وبيضع اعباء نفسيه كبيره جدا على الخصم يعني، واضح من خلال البطوله كلها. لكن هم عندهم امكانيات كبيره جدا، هنشوف هيعملوا ايه قدام المنتخب الايفواري. هو بيرشح المنتخب الايفواري للفوز ببطوله الامم الافريقيه. نروح للمنتخب المغربيه، وطبعا في اقالات عديده في المغرب هناك بعد الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه، وبيقولوا ان اقاله دنيا الاحرش المسؤوله عن التواصل بالجامعه، وهنتكلم بالتفاصيل في هذه الامور مع ضيفتنا العزيزه حنان الشفاع الصحفيه المغربيه فيما يتعلق بكل اخبار المنتخب المغربي. الصباح المغربيه كمان بتقول ان احد المرشحين هاليلوزيتش مرشح لخلافه رينارد في
القيادة الفنية المنتخب المغربي. نروح بقى للوكالة الموريتانية للأنباء الرياضية واللي بتفتح تحقيق في إيه؟ لو تفتكروا كان في مباراة ما بين موريتانيا وتونس في آخر جولة من دور المجموعات في المجموعة دي، ومدافع المنتخب الموريتاني تعرض لإصابة قوية جدا في دراعه، تقريبا كسر مضاعف، ومع ذلك تم علاجه ونزل ولسه الاصابه موجوده. فهيبقى في تحقيق بشان هذه الجزئيه، لان بصراحه الاصابه اللي اتفرج على الماتش الاصابه كانت صعبه قوي، دراعه كان يعني مخلوع تقريبا يعني عند المفصل كده، في حاجه غلط يعني، فللاسف نزل وكمل، وبعد ما كمل بخمس دقائق طلع تاني. فهيبقى في تحقيق في هذه الجزئيه. كيك اوف لجنوب افريقيا، وده اخر خبر حل عليه فيما يتعلق بويليامز لاعب المنتخب التونسي وحارس لاعب المنتخب الجنوب افريقي وحارس هذا المنتخب، وقال ان احنا ما جيناش هنا عشان نقدم اداء سيء. حقه، الناس كسبوا المنتخب المصري على ارضهم، على ارض المنتخب المصري ووسط جمهور المنتخب المصري، فحقه يقول اللي هو عايزه. قال ان احنا مجبرات مصر بالذات بالتحديد كانت بدايه لتوجيه رساله للشعب الجنوب افريقي ان احنا لازم تؤمنوا بينا، ان احنا قادرين ان احنا نوصل بعيد في البطوله. حقك، كسبت منتخب كبير زي المنتخب المصري حتى لو كانت مقاوماته ما تنفعش ان هو ياخد بطوله، بس حقك تفرح، حقك ان انت تقول الكلام ده، وحقك ان انت تدي الامل للشعب الجنوب افريقي يعني. ماشي، دي كانت اهم وابرز الاخبار. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هتبقى فقره غايه في الاهميه مع الاستاذه حنان الشفاع الصحفيه التونسيه، وهنتكلم في امور عديده جدا سواء فيما يتعلق بالتغييرات اللي بتحصل في المغرب والصحفيه المغربيه طبعا، والتغييرات اللي بتحصل هناك في المغرب، وفيما يتعلق بإقالة رينارد أو استقالته، والمدير الفني اللي جاي مين، وكمان فيما يتعلق بالبطولة بشكل عام. منتخب مصر، هل كانوا متوقعين المنتخب يخرج من الدور ده؟ طبعا كل الكلام ده بعد الفاصل، يلا. نورني وشرفني في هذه اللحظات استاذه حنان الشفاع الصحفيه المغربيه والوداديه جدا جدا جدا. حنان نوران شرفونا. نور نوركم، شكرا لاهلنا في مصر، وسعيده انني نكون في قناه الاهلي، شكرا لك امير، شكرا لكل طاقم الاعداد. اقول لجمهور الاهلي عليك يا شويه بتغزني ايام ماتشات الاهلي والوداد هناك في المغرب، وتوقعاتها دايما كانت بتبقى صح. الماتشين اللي عملناهم هناك في سنتين ورا بعض قالت ان الوداد هيكسب، وفعلا الوداد كسب. بعد ما كسبوا المهم ان هي مش هتسكت خلاص، لازم ترخم عليا صح؟ الاكيد بعيد على واجبنا المهني ضروري يكون شد بيني وبينكم وبين جميع الاعلاميين اللي كاينين في قناه الاهلي. الاهلي تيبقى فريق كبير ونكون له كل الاحترام، والاكيد لما تيكون امام فريق اللي هو مغربي وخاصه الوداد يكون تشجيع القلب للوداد. تحب الوداد انت؟ اكيد. ماشي اوكي، خلينا نتكلم على بطوله الامم الافريقيه، ونبتدي بالمنتخب المغربي ومشواره في البطوله الغير متوقع، لان الناس بعد البدايه القويه للمنتخب المغربي فوزه في ثلاث مباريات بالتحديد مباراه كوت ديفوار وفوزه على المنتخب الليبري بنتيجه 1-0 واداء كان مقنع جدا جدا، فالناس توقعت ان المنتخب المغربي هيذهب بعيدا وبعيدا في بطوله الامم الافريقيه. ايه اللي حصل في مباراه بنين؟ منتخب المغربي دخل البطولة أمم إفريقيا هنا بمصر كأقوى مرشح
على الورق طبعا، بالرغم ان في المغرب الكثير الكثير ما رشحوش المنتخب المغربي بالنظر للاداء الباهت اللي ظهر فيه خلال المباراتين الوديتين بمراكش، بالرغم انهم ليس بمعيار ولا مقياس نقيسوا عليه جاهزيه الاسود للبطوله الافريقيه. مع انطلاق البطوله كان في المباراه الاولى مستوى اللي ماشي مستوى كبير، استطاع المنتخب يفوز بصعوبه وبنيران صديقه امام المنتخب نابيا، لكن في المباراه الثانيه امام الكوديفوار ظهر الشكل الحقيقي للمنتخب المغربي اللي ذكر الجمهور اكيد بمبارياته في مونديال روسيا. المنتخب الوطني كان اكثر اقناعا، فاز بهدف اللاعب النصيري وكان يستطيع يفوز باكثر من هدف لو عرف كيفاش يترجم الفرص السانحه للتسجيل الى اهداف. مباراه جنوب افريقيا لم تكن بقوه مباراه الكوديفوار، لعبها الناخب الوطني نعم ولعبها الناخب الوطني بذكاء وتكتيك مغاير، وكان قالها قبل في المؤتمر الصحفي. ظهر الوجه الحقيقي للمنتخب خلال الشوط الثاني اللي تسيدوا المنتخب وسجل هدف اللاعب مبارك بوصوفة للاسف اعلن الاعتزال، وكان من احد ركائز المنتخب. قدم مشوار كبير عن سن متقدم، اللي تنبغي نشكره كاعلاميه تنبغي نشكره كمواطنه مغربيه على كل ما قدم للمنتخب الوطني من تضحيات. امام البنين الكل انتظر انها تكون مباراه اخرى وغيكون ايقاع اخر، غيكون المنتخب الوطني اكثر اقناع، خاصه ان المنتخب تدخلت بالتدريج في البطوله. الا ان ما كانش الاداء وما كانش النتيجه خاصه امام منتخب البنين لن نستصغره، اللي لعبنا امامه العديد من المباريات سواء الوديه سواء الرسميه، فزنا عليه برباعيه في أمم إفريقيا في 2004 تحت قيادة الإطار الوطني بدو الزاكي، فزنا عليه أيضا وديا في 2014 بالسداسية. الكل اعتقد أن المنتخب البنيني كيف ما تقولوا احنا في المغرب في الجيب، ولكن كانت مباراة اللي هي سهلة وقوية. السهل أن المنتخب كتاب مفتوح للمغرب وسبق أن فزنا عليه، الورق رشحنا، ولكن كرة القدم لا تعترف بالواقع بالورق، هي واقع وأداء وتكتيك في الملعب. وقوية لأن المنتخب الوطني يلعب بشكل دفاعي محض، وحنا تنعرفوا ان المنتخبات الافريقيه اللي من جنوب افريقيا ولا من غرب افريقيا التي تركوا للدفاع دائما تخلق مشاكل للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي تيبغي مساحات للعب تبرز فيها مهارات اللاعب المغربي اللي هو لاعب موهوب. امام المنتخب البنيني توظيف بعض اللاعبين بالنسبه للناخب الوطني، عدم تغيير بعض اللاعبين ومنهم حكيم زياش اللي كان في حاله شروط طيله المباراه، وما يمكنش نحكموا نقولوا ان طيله مشوار المنتخب المغربي القصير، كذلك استصغار الخصم، ربما الثقه الزايده، ربما دخلنا المباراه البنين ونحن اعيننا على مباراه السنغال، في حين كان لابد أن نناقش مباراة مباراة. هو إقصاء صديقي أمير، هو إقصاء مر بطبيعة الحال، هو إقصاء مر وشكل صدمة ماشي فقط للجمهور المتابع المغربي، ولكن حتى هنا في مصر أن الجمهور المصري اللي تنشكره على المساندة القوية لأسود الأطلس أصيب خيبة أمل، لأنه كانوا مرشحين للمنتخب الوطني للذهاب لأبعد نقطة للمنافسة على اللقب، وتنعتقد أن كانت فرصة سانحة لأسود الأطلس على أنهم ينافسوا على اللقب ويعودوا به من أرض الكنانة. مرة أخرى الظروف غلبتنا وحنا ما عرفناش نتعاملوا مع المباريات وخاصة مباراة البنين، طلعنا من الأدوار الأولى. احنا دائما كنا تنقولوا في النسخ الإفريقية القادمة أن المنتخب المغربي ما تيطورش في البطولات الإفريقية، دائما تتكون العودة سريعة حتى عود الإقصاء المبكر اختصاصا مغربيا بدون منازع. في السنوات الأخيرة وخاصة في دورة الكابون كان هناك تحسن، تغيير مع الناخب الوطني هيرفيونا، تأهلنا إلى دور الربع، كان الإقصاء بضربة حظ للمنتخب المصري اللي تأهل على حساب المنتخب المغربي. كنا عازمين هذه النسخة على أننا نمشيو لأبعد نقطة، للأسف كان توقف وكان إقصاء اللي هو مر العديد من الأسباب ساهمت فيه، ما نقولوش عامل المناخ، ما نقولوش توقيت المباريات، لأن ما يسري علينا يسري على جميع المباريات، وبالأكيد أن العناصر الوطنية تأقلمت خلال التدريب مع الجو ولا مناخ مصر، ولكن احنا هزمنا نفوسنا بنفوسنا في حين أن كانت جميع الظروف في صالحنا، ظروف الإقامة، ظروف الجامعة المغربية لكرة القدم أو بين قوسين الاتحاد المغربي لكرة القدم
القدم وفر جميع الظروف والإمكانيات المادية للمنتخب من أجل أنه ينافس ويعود باللقب. المنتخب الوطني حل الأرض مصر عبر طائرة خاصة كان في أحسن الفنادق، ربما الفندق الثاني أحسن فندق من بعد الفندق اللي قامت فيه البعثة المنتخب المصري. توفر جميع الإمكانيات سواء للاعبين سواء للناخب الوطني. مهما تعددت أسباب الإقصاء تبقى الإقصاء واحد واللي هو مر. زميلي أمير، أنا ضد أننا نبقاو نبكيو على الأطلال ونبكيو على أن المنتخب الوطني يطلع وأن المنتخب الوطني يتقصى. أنا مع الاستمرارية، ماشي استمرارية الناخب الوطني، لأن الناخب الوطني هو المسؤول الأول والأخير على إقصاء المنتخب الوطني لأنه مسؤول على اختياراته. أكيد. يوم عطى اللائحة اللي تتكون من 23 لاعب الكل ما انتقدش، لأن تبقى الاختيارات هو الأول والمسؤول عليها هو الأول. في حين أنا كانت واحد الخيارات أخرى، بحال مثلا تنعرفوا أن في العرف والتقليد ضروري من الاعتماد على الهداف الدوري المحلي، وهداف الدوري المحلي هو محسن ياجور. محسن ياجور لاعب كبير، لاعب الرجاء والوداد سابقا، نرى كما تجارب إفريقية عربية، هداف كأس الكونفدرالية. كان يمكن الاعتماد على وليد الكرتي ولو أنني لا أريد. السن بس اللي أثر في انضمام محسن ياجور، ولكن على الأقل هو خارج من بطولة إفريقية من كأس الكونفدرالية، عنده تجربة ومتأقلم على الأجواء الإفريقية، بالإضافة إلى اللاعب جبران، لاعب متصف الوداد، لاعب وليد الكرتي. وليد الكرتي اللي تنعرفه أن تنقوله بالمغربي في كاكل وحيل، بمعنى لاعب مهاري يمكن أن يغير لك النتيجة في أي لحظة، خاصة عندما تكون المباراة معقدة. تنشوفوا أنه سجل هدف اللي منح الوداد لقب ضد الأهلي المصري، وكذلك سجل في مرمى الترجي التونسي الهدف الذي أثار ضجة كبيرة وزلزل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخاصة التحكيم. ما كناش بغينا ندخلوا في اختيارات الناخب الوطني لأنه هو المسؤول عليه، ولكن مع الإخفاق لابد أن يحاسب. طب ما هل ما نقولش أن كان في سوء حظ بالنسبة للمنتخب المغربي في مباراة بنين، وبالتحديد فيما يتعلق بضربة الجزاء الخاصة بحكيم زياش الأخيرة، يعني وجابها خلاص الحكم هيصفر، المباراة خلصت، المنتخب المغربي تأهل لدور الثمانية. يعني أكيد هو سوء حظ وفي نفس الوقت سوء تدبير وتقدير من الناخب الوطني، لأن حكيم زياش كان خارجا دينيا من الكان، وخاصة في المباراة الأخيرة أمام البنين. كيف يعقل للاعب خارج ذهنيا شارد أن يتكلف بتنفيذ ضربة جزاء؟ لا أقلل من قيمة حكيم زياش، وربما أنا كنت من المدافعين على ضرورة وجود حكيم زياش في دورة الكابون، وإلى الآن حكيم زياش لاعب كبير، أسباب ظهوره بالمستوى لاعب ربما لم يتأقلم على الأجواء، كذلك أن أنهى موسم ماراطوني وشاق مع فريق أجاكس أمستردام، توج باللقب الدوري الهولندي، فاز بجائزة أحسن لاعب، لعب مباريات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، سجل على ريال مدريد. ربما حتى تأتي العياء، ولا ننسى أن حتى توقيت البطولة الإفريقي هو توقيت اللي هو صعب، غالبية اللاعبين أنه موسم ماراطوني مع انديتهم تيكون الارهاق وما تكونش اللياقه البدنيه بالشكل المطلوب. لا الوم بتاتا حكيم زياش، بل بالعكس ينتظره مستقبل واعد. ربما غابت الفعاليه لحكيم زياش في هذه الدوره، لكن سنحتاجه خلال دورات مقبله، وان شاء الله سيكون اللاعب الفاعل، اللاعب اللي يمكن يمنح القاب لفريق عفوا للمنتخب الوطني. ولكن بما ان حكيم زياش كان تأثر نفسيا كما شفنا في مباراة الكوت ديفوار، مباراة جنوب إفريقيا، بعد المغادرة ديالو ديال رقعة الميدان خلال فترة التغيير، أعتقد أن كان لابد أن يكلف بتنفيذ ضربة جزاء، لاعب يكون أكثر جاهزية وأكثر تركيز وعنده استعداد نفسي أحسن. صراحة هو إخفاق. عايز أتكلم بالتحديد على الإعلام المغربي والشارع الرياضي المغربي، كيف استقبل هذا الإخفاق في التأهل لدور الثمانية، وردود الأفعال إيه؟ هل كانت بتتعلق بس بحكيم زياش ومستواه السيء على مدار البطولة، ولا بهيرفي رينار وإدارته للمباريات مثلا؟ أكيد حتى الإعلام المغربي ما تنصالحش على الجمهور المغربي تقبل الهزيمة بأنها صدمة وكارثة، يمكن نقولوا حتى كارثة، لأن كيف ما قلت لك جميع الظروف توفرت لهذا المنتخب من أجل أنه يمشي لأبعد نقطة. لا يمكن أن نحمل حكيم زياش كل المسؤولية، لأن حكيم زياش صراحة هو لاعب موهوب ولكن يلعب داخل جماعة
داخل مجموعه، كان على الناخب الوطني توظيفه، لان لما تكون الخساره هي خساره مشتركه، عندما يكون الاقصاء هو اقصاء مشترك، عندما يكون الفوز هو فوز مشترك. الاعلام الوطني لم يكن قاسيا على حكيم زياج بقدر ما طالب بان الاداء ربما كان يكون افضل مما يكون عليه، واختيارات الناخب تكون الوطني تكون على احسن ما عليه، وكذلك التغييرات، لان تنعرفوا ان دكه البدلاء دائما تكون هي سلاح المدرب، كما شاهدنا مع المنتخب الجزائري. المباراه الثانيه في دور المجموعات الثالثه عفوا لعبها بمنتخب ربما اعتمد فقط على لاعبين اساسيين، وكان العطاء جيد، اللاعبين البدلاء كانوا بعطاء جيد. كيف ما قلت لك امير، ما بغيتش نبقاو نتكلموا في الاطلال وواقفين عند محطه الاخفاق. عندنا مستقبل، والمستقبل لابد من الاستمراريه. لا اقول استمراريه الناخب الوطني، الناخب الوطني ربما عنده عروض، احنا من قبل المجيء الى مصر عنده عروض فعلا. عروض اماراتيه، عروض سعوديه، عروض. المنتخب الوطني لن يتوقف عند محطه هيرفيرونا، هناك محطه وهناك مشوار لابد ان نكمله، لابد ان نفكر في المستقبل وان نستثمر الانجازات، لان حتى لا ننكر ما قدمه السيد. هل هو رحل رسميا خلاص؟ لا، لم يرحل رسميا، وربما هناك هل في اتجاه للاقاله ولا هو اللي حيستقيل مثلا؟ ربما هناك تفاوض لكي ينهي العقد بصيغه رسميه بشكل ودي، وهذا افضل للطرفين. فعلا. وهناك سمعنا العديد من بدلاء المرشحين لقياده. هنتكلم على المرشحين، بس انا عايز اتكلم على التبعيات الخاصه بهذا الاقصاء بالنسبه للمنتخب المغربي. دنيا الأحرش تم إعفائها من منصبها كمديرة للتواصل والإعلام في الاتحاد المغربي، كمان إدريس الأكمل المدير الإداري تم إعفائه كمان من منصبه. هل هي تبعيات طبيعية؟ وإيه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية؟ مين اللي هيكون موجود في هذه الأماكن؟ صراحة هو حتى لو لم يكن هناك علاقة لهذا الإعفاء ولا الإقالة ولا الإبعاد بإقصاء المنتخب، الفترة والظرف تخليها ترتبط بها. دنيا الحرش شهادتي فيها مجروحة، دنيا الحرش الإنسان المناسبة في المكان المناسب، صراحة شكل صدمة. وانت تابعتي معنا في السوشيال ميديا خاصة في موقع تواصل الفيسبوك، لأنه هو اللي المغاربة نشطاء عليه، أن الكل تضامن مع دنيا الحرش، وهذا واجب. لأن السبب غير معروف، وأقيلت ولا أبعدت بمفوض قضائي، وهذا غريب في الأمر. إحنا في الوقت اللي كنا ننتظر مثلا مؤتمر صحفي للناخب الوطني، المدرب الوطني هنا، لأنه هو المسؤول الأول والأخير على الإخفاء والإقصاء، كان لابد محاسبته، لابد يطلع للإعلام يبين أسباب الإخفاق. لكن أن تتم إقالة دنيا الحرش بهذه الطريقة، شخصيا أعتبر الأمر غير مقبول، خاصة أنها كانت نشيطة، كانت مهنية، تطبق تعليمات المدرب، تعليمات المغربي لكرة القدم، مرتبطة ببرنامج، تتعامل مع جميع الزملاء والزميلات على شغلها كويس، نعم يعني. على قدم المساواة، وتتعمل دور كبير من أجل أن المعلومة والمعلومة الصحيحة التي تخول لها الجامعة أنها توصل الإعلامي توصل بشكل متساوي، من أجل أن خدمة للمنتخب الوطني. دنيا قامت بالعديد من الأعمال ولمعت صورة المنتخب الوطني إعلاميا، أعتقد كان لابد من تكريمها طبعا. وكان لابد هي التي تستمر أن تعفى بهذه الطريقة، شيء لم أستصغه ولم يستصغه زملائي في المغرب. إدريس الأكمل، إدريس الأكمل هو راكم العديد من التجارب، هو كان في عهد الجنرال حسني بسليمان، كان مع فريق الجيش الملكي، ربما هذا زلزال تغييرات تريد طبعا. الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم الإقدام عليه، ربما الخطوة المقبلة هي تغيير الطاقم الطبي على رأسه سيد عبد الرزاق هفتي. الصلاحية كلها مطلقة للجامعة، لأن هي التي تعرف الكواليس وداخل المطبخ وتعرف كل شيء. لكن في هذه الفترة أعتقد أن أول شخص كان لابد أن يحاسب هو غوناغ، وأول شخص كان لابد أن يبعد عن المنتخب، لكن بصيغة فيها إفادة للمنتخب، هو الناخب الوطني. طيب في حالة إبعاد هيرفي رينارد واستقالته أو إقالته أو الاتفاق الودي اللي يحصل ما بين الاتحاد المغربي والمدير الفني، مين اللي ممكن يخلف هيرفي رينارد؟ والاسماء او ابرز الاسماء المرشحه لخلافه لحد الان ليس هناك اسم طارح نفسه بقوه، لكن الشارع الرياضي مع كل اخفاق للمنتخب الوطني، انت تعرف بادو الزاكي
بدو الزكي لانه يبقى الاطار الوطني الوحيد لاخرج الجمهور المغربي الى الشارع. وصل الى نهائي امم افريقيا في دوره تونس 2004 ولعب النهائي امام تونس وخسر. يبقى صاحب ثاني احسن انجاز بعد منتخب 86 اللي فاز للاسف لينا من بعد لينا البعد، ولكن اللي فاز باللقب اللي تشرفنا منتخب 86 تحت قيادة فارس والعديد من الأسماء. هناك كذلك الشارع الرياضي يريد بقوة الحسين عموتة. حسين عموتة أنت تعرفه جيدا، والجمهور الأهلي أكيد يعرفه، مدرب الوداد سابقا، مدرب الفتح فاز معه بألقى، مدرب السد القطري، ركم العديد من التجارب وبشخصية قيادية وبشخصية بشخصية فولادية وحتى تكتيكو فاعل. ما تعطيش مساحات للاعب يراهن على الهجوم، ولكن الهجوم اللي فيه ذكاء وفيه عقل. هناك معني اتجاه، انا مع الاتجاه صراحه، هما اولاد المغرب، لا زكي لا عموته، وقريبا من الاثنين. العموته اشتغلوا في الوداد وفي المنتخب، العموته ما اشتغلش في المنتخب الوطني، كان مع التركيبه الرباعيه، وكان اسمه مرشح بقوه للمنتخب قبل زكي. نحن مع الرجل المناسب اللي يقود المنتخب الى التألق وطني. نعم، ويكون الاستمراريه ضروري. وطني او اجنبي والله ما كاين فرق، غير تكون الاستمراريه، لان احنا امير ما مطالبينش اننا نبدا من الصفر، نحن مطالبين نبدا من حيث سينتهي غوناغ، لانه قدم اشياء لا يمكن ان ننكرها له. مثلا التاهل الى كاس العالم بعد غياب طويل، التاهل الى كاس افريقيا، وكذلك التاهل الى دور الربع، ولو ان حلمنا ماشي هو دور الربع في دوره الكاس. هناك مكتسبات مع غوناغ لابد أن نستثمرها ونواصل، لا أريد الوقوف بتاتا والبكاء على الأطلال. مشكلة حمد الله كان لها تأثير على المنتخب المغربي؟ لا أعتقد مشكلة حمد الله كان لها مع احترامي للاعب ومع تقديري له والمستوى القديم، المستوى الكبير اللي قدم في الدوري السعودي، وأنه فاز بهدف تاريخي للدوري السعودي مع النصر. ولكن حمد الله لم يكن من ثوابت المنتخب الوطني لكي نتكلم عليه، لم يكن من ثوابت المنتخب، هو كان خيار وكان بديل للبديل خالد بوطيب. لو خالد بوطيب لم يكن مصابا، وبديل لبوفال. اعتقد حمد الله حتى هو يلام، لان مغادرته للمنتخب بتلك الطريقه، ولو نفترض ان هناك مشاكل داخليه، لابد ان تكون له مناعه وتكون له رغبه في الدفاع عن القميص الوطني. الحمد لله ان العناصر الوطنيه تناست بسرعه واقعه حمد الله، وجات بفكر وبتركيز اخر هنا للكان. تمام. مع كل التقدير والاحترام لحمد الله. اكيد. طيب، ده فيما يتعلق بالمنتخب المغربي، عايز اتكلم شويه عن رايك في المنتخب المصري والمفاجاه المدويه بخروج المنتخب المصري من دور ال 16، هل كنت تتوقعي ان ده ممكن يحصل؟ صراحه قبل انطلاق البطوله لم اكن اتوقع، لان المنتخب الوطني معروف هو المنتخب المصري معروف هو المتمرس، صاحب العدد القياسي لعدد الكؤوس الافريقيه، عامل التجربه بوجود لاعب اللي هو لاعب كبير محمد صلاح، من النجوم العالميه اللي عطات الشيء الكثير للكره الافريقيه والعربيه. ولكن باول مباراه المصري اللي حضرتها في منتخب مصر كان الاداء متذبذب. المباراه الثانيه لم تكن تهمني الاقناع والاداء بقد النتيجه. اعتقد ان حتى خروج المنتخب المصري هو صدمه، لان الجميع كان يرشح المغرب والمصر الى النهائي، ولكن دائما الورق الملعب يعكس الورق. لابد الكرة تلعب في الملعب وبتكتيك وبتركيز بعامل نفسي يكون جيد. وهي صدمة وتنعتبره هو إقصاء مر وكارثة، إقصاء المنتخب المغربي وإقصاء المنتخب المصري. ولكن ترجع تنأكد أن لا المنتخب المصري ولا المنتخب المغربي ممكنش يلعبوا بنجم واحد اللي هو زياش، ولا بنجم واحد هو محمد صلاح. كرة القدم هي لعب جماعي، هي منظومة تكتيكية، هي تفاعل المجموعة وتجانس المجموعة. كنا مرشحين المنتخب المصري بحكم أن عودنا على أن النسخة اللي تنظمها يفوز بها، ولكن حدث ما حدث وطلع المنتخب المغربي، وكانت صدمة أخرى بعد صدمة المنتخب المغربي. تنتمنوا أنا على المصري بعد المنتخب المغربي. نعم، وتنتمنوا إحنا على يقين أن المنتخب المصري بسرعة سيسترجع أنفاسه وزمامه، وسيعود إلى البطولة الإفريقية خلال النسخة المقبلة بقوة. نتمنى المنتخب المغربي كذلك. هو الإقصاء كان صدمة،
ولكن علينا التعامل مع الآن على أنها واقع وأمر حدث في الماضي، إذا لنفكر في المستقبل. شايفة أن خروج المنتخب المصري يتعلق بإمكانيات اللاعبين ولا بالإدارة الفنية؟ بأكيد الإدارة الفنية، كان انتقاد كبير من قبل على كوبر، ولكن كوبر كان على يحقق النتائج. نعم كان يحقق نتائج وكان المنتخب أفضل. هو اي فريق في العالم ولا اي منتخب في العالم، اي اخفاق اي خروج، ضروري المحاسب الاول ولا اللي تنعاتبه الاول هو المدرب. بالضبط. طيب البطوله بقى بشكل عام، شايفه تنظيميا رايك ايه في التنظيم المصري للبطوله، واهم الايجابيات اللي انت شفتيها من خلال تواجدك في مصر؟ اكيد ان مصر كسبت الرهان، تنعرفوا ان في وقت وجيز نظمت البطوله بعد سحب التنظيم من الكاميرون، واول مره تجربه 24 منتخب يشارك. هذا الشيء الجديد، تعاملت معه مصر كانها تعودت على تنظيم مثل هذه المباريات، الملاعب في المستوى، ولو ان الملعب اللي اكثر يمكن جاهزيه وجماليه برج العرب، اللي كنت حضرت فيه مباراه الوداد والاهلي، ما للاسف ما كانش عليه المباريات، ما كانش مبرمج، ولكن استاد القاهره ولا ملعب السلام، ملاعب بمواصفات جيده. مصر كسبت الرهان، وخاصه في حفل الاختتام اللي كان باهر وكان مميز وناجح، ما شرفش فقط مصر ولكن شرفنا كعرب. الافتتاح نعم، الافتتام لسه ان شاء الله يوم 19. يمكن مع طلوع المغرب ومصر بدينا نتعجلوا بالافتتاح، ونتمنوا ان يكون الطرف النهائي يكون عربي. مصر كسبت الرهان من خلال الملاعب، وخاصه من خلال ملاعب تدريب. تنشوفوا ان العديد من الدول الافريقيه اللي تتنظم بطولات ولا نسخ افريقيه، مع فقر في ملاعب التدريب. احنا شفنا ملاعب التدريب، ملاعب جيده بمواصفات جيده، شيء يشرف مصر ويشرفنا كعرب ويشرف القاره السمراء. طيب. اعتقد ان مصر نجحت واعطات الارضيه الصلبه للبلدان اللي غتنظم امم افريقيا خلال النسخ المقبله ان شاء الله باذن الله. خلينا نقول لحضراتكم ان مباراه السنغال وبنين حتى الان تعادل سلبي 0-0، وارد يحصل مفاجاه جديده وبنين تفوز على السنغال ولا شايف ايه؟ كل شيء وارد، لان حتى المنتخب السنغالي برغم انه مرشح، المنتخب السنغالي دخل البطوله هو أكيد. اقوى مرشح يمكن المنتخب السنغالي، ولكن اداؤه دائما كان متفاوتا، خاصه في دور المجموعات. عرفنا انه الصعود ما كانش خساره امام خساره امام الجزائر، وبرغم ان عنده لاعب لي هو كبير سادو ماني، ولكن كيف ما قلنا المنتخبات ولا الفريق القوي ما تعتمدش على لاعب واحد. في مقابل هو كان بيقابل الجزائر، منتخب نعم. تقيل قوي برضه، يعني عنده لاعبين مميزين. نعم منتخب البنين هو الظاهره، والاكيد غيبغي ياكد النتيجه اللي حققها امام المنتخب المغربي، خاصه انه فاز بضربات الحظ وضربات الترجيحيه اللي تنسميها ضربات القلب، لانها تتوقف القلب ووقفت قلبنا كثير كمغاربه في مباراه البنين. منتخب البنين اللي تلعب بصرامه تكتيكيه بخط دفاعي قوي يصعب اختراقه، يمكن تحترم المنطقه والسنغال تصعد، يمكن منتخب البنين يواصل مفاجاته ويبغي ياكد على انه فاز نتيجه واداء على المنتخب المغربي. طيب. وللاسف اليوم كان ممكن ان المنتخب المغربي يكون طرف هذا المباراه، وكان ممكن يبقى منتخب مصر يلعب بالليل كمان النهارده يعني امام نيجيريا، وكان ممكن نكون في النهائي. للاسف يعني ده اللي حصل. تتوقعي مين يفوز باللقب في المنتخبات المتبقيه؟ عندنا منتخب التونسي ومنتخب الجزائري، منتخبين العربيين الوحيدين المتواجدين حتى الان في البطوله، هل بترجحي كفه احدهما ولا منتخب افريقي اخر هو اللي يفوز بالبطوله؟ الصراحه احلام العرب كلها تحملها على عاتق المنتخب الجزائري، بدون استصغار المنتخب التونسي اللي كنت رشحته انه منتخب تونس قوي. لا رشحته انا بحب تونس، شايفني طول الحلقه عمال اقول تونس. ولا انا رشحته للمرور، حتى زملاء تونسيين ما رشحوش، ولكن رشحته للمرور لانه عودنا خلال النسخ الافريقيه السابقه لانه تيدخل تدريجيا في البطوله، ومنتخب تيلعب بواقعيه وبالتكتيك. حنا تنعرفوا الكره التونسيه قوتها في الواقعيه والتكتيك الجيد، لان مثل هاد التظاهرات لا يهم الاداء، ليهم هو النتيجه. المنتخب التونسي بدون انتصار جميع المباريات جميع المباريات تعادل، وربما بنفس الطريقه يصل الى النهائي ويتلقى هذا اللقب، ولكن ارشح المنتخب
المنتخب الجزائري منتخب قوي طبعا. منتخب قوي على جميع المستويات، اقوى هجوم اقوى دفاع، تضم نجوم، لياقه بدنيه، لعب جماعي، رياض محرز، لاعب اللي حرز على الدوري الانجليزي مرتين، لاعب اللي منصهر داخل الجماعه داخل المجموعه، تنشوفوه ما تيلعبش بانانيه كبيره، تيرجع بمرات كثيره الى خط الوسط من اجل انه يقوم بدور دفاعي. هناك لاعبين كبار مثل السنغال جابت جول، السنغال جابت المنطق المنتخب الجزائري اللي تيلعب، وتحيه للجمال بلماضي لانه هو المدرب العربي الوحيد، تحيه لي، والاكيد نبغيو ان اللقب يكون ليه، ما تنستنيوش وما تنقصيوش حدود تونس، حنا اللي خذا اللقب منا والينا، سواء تونس سواء الجزائر، ولكن الجزائر بالنظر للمشوار اللي قدمت تستحق اللقب، وخاصة أن اللقب لخاته الجزائر غيكون في دماء مغربية، كاين إسماعيل من أب مغربي وكاين محرز من أم مغربية. كل تقدير وكل حب وكل دعم وكل تشجيع لتونس وللجزائر، واللي خدا اللقب الأكيد اللقب غيكون عربي ومغاربي إن شاء الله. أنا بشكرك يا حنان، شكرا جزيلا، وإن شاء الله المرة الجاية كده الأهلي قبل الوداد ونكسب الوداد وناخذ بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل شكر لك كل شكر لك أمير، كل شكر لقناة الأهلي اللي تنعتبرها قناتي، كنت مرافقة لكم في المغرب فعلا. ساعدتينا كثير في الحقيقة، في واجب في مونديال الأندية. هناك روابط كثيرة تربط بين الوداد والأهلي، اللون الأحمر أحمر القاهرة وأحمر الدار البيضاء، حظ موفق للأهلي لكن ليس على حساب الوداد. أتمنى دائما يكون لقب ودادي، عفوا الأهلي دائما الحسن على الوداد. لو تتذكر دائما أنا في الفيسبوك تنكتب يا رب القرعة تضعنا مع المنتخب الأهلي، لأن ضروري سنتواجد في النهائي ونفوز باللقب. المرة الجاية الأهلي هو اللي هيفوز بإذن الله إن شاء الله. بشكرك يا حنان، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، وكنت سعيد جدا جدا إن أنا شفتك وإن أنت كنتي معنا في حلقة النهاردة. شكرا ليك وشكرا بزاف بالمغربي، ونتمنى حظ موفق للأهلي، وكل التحية والحب والتقدير لأنصار الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا. دي طبعا كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، شرفتنا ونورتنا استاذه حنان الشفاعه الصحفيه المغربيه، واتكلمنا في امور عديده جدا. خليني اقول لحضراتكم وافكركم، بكره باذن الله المباراه الوديه للنادي الاهلي هيتم اذاعتها على قناه النادي باذن الله في تمام الساعه الواحده صباح بعد غد، بعد ان شاء الله ما تخلص او تخلص حلقه ملك وكتاب، على طول هتلاقي المباراه الوديه للنادي الاهلي الثانيه في معسكر اسبانيا امام فريق نيوبورت الكاونتي الانجليزي، وهتبقى مباراه اكيد تستمتعوا بيها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المرحله الهامه جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.